السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي بريب 3، معاكم المايسترو مستر محمد حلمي. النهارده بمشيئة الرحمن هناخد ليسن 2 في يونت 4. هنبتدي بقى نخش عن حاجة اسمها ميد بوينت. طب سريعا كده يا مستر، هو احنا خدنا ايه في السيشن اللي فاتت؟ كنا بناخد حاجة اسمها ديستانس، والديستانس هو المسألة كلها كانت رول. افتكر معايا، ها، روت اكس 2 ماينس اكس 1 باور 2 بلس واي 2 ماينس واي 1 باور 2. وقلت لك لو انا عندي كولينير كنا بنعمل ايه؟ طب لو عندي ترانجل سايد، لو عندي ترانجل انجل، او لو عندي رومبس او سكوير او الكلام ده كله. فهمنا خلاص يا مستر كل الفكره دي، وفهمنا يا مستر ان فكره الديستانس هو لنا ايه بقى؟ قلت لك لو انا عندي الكوردينيتس بتاعتي وخلاص بقى، يعني اكيد انت فهمت يعني ايه كوردينيتس. خلاص لو انا مثلا اهو 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5. قلت لك فكره الديستانس هو لو انا واقف مثلا هنا وحضرتك واقف الناحيه الثانيه هنا، او عندي حاجه على الكوردينيتس بتاعتي على الخريطه مثلا او حاجه. انا قلت لك انا هنا واقف عند مين مثلا؟ عند النيجاتيف 3، عند سوري النيجاتيف 4 والنيجاتيف 3. طب انا هنا واقف مثلا عند ال 4 و 4. قلت لك فكره الديستانس هو انا عايز اعرف المسافه ما بينه وما بين حضرتك دي قد ايه. طب لو انا عايز اعرف بقى مين اللي في النص ما بينه وما بين حضرتك بالظبط، يعني انا عندي خط زي كده، انا عايز اعرف مين اللي في النص بالظبط. يعني لو انا عايز اطبق اللاين ده نصين، فانا عايز اعرف مين هنا النص. النص يعني ايه؟ النص يعني الميد بوينت. النص يعني ميد بوينت. واحده واحده بقى، يعني احنا شغلنا كله السيشن اللي فات كنا ازاي نقيس المسافه، السيشن دي هنتكلم على ميد بوينت اللي هو ازاي نعرف مين اللي في النص بالظبط. طب واحده واحده، تعالى نرجع كده الابتدائي. والله مثلا هو انا لو عندي حاجه زي كده 2 3 4 5 6، هو انا لو جيت قلت لحضرتك مين اللي في النص بالظبط ما بين ال 2 وال 6؟ باين قوي يا مستر، ال 4 هي اللي في النص ايه بالظبط، بنسميها الميد بوينت. دي يا مستر اللي هي موجوده فين؟ في النص بالظبط. طب لو انا مش قادر احسبها او انا مش عارف اطلعها، كان في طريقه تانية كنا بنقدر نجيب بيها النص بتاع اي حاجه في الدنيا. اي حاجه في الدنيا انت عايز تجيب النص بتاعه، كنا بنعمل لهم بلس وبعد كده ديفايد دي 2. فين بدايتك؟ ال 2. فين نهايتك؟ ال 6. كنا بنعمل لهم بلس اوفر 2، فدي يا مستر دي هتطلع 8 اوفر 2 اللي هي ايه؟ نفس الكلام ال 4. يبقى انا في طريقتين، يا اما اجيبها بالعين لو انا رقم اقدر اجيبه، يا اما الطريقه الشائعه هو اللي احنا بنجيب البلس ديفايد كام 2. يبقى اي حاجه في الدنيا انا عايز اجيب الميدل بتاعتها او عايز اجيب اللي في النص بتاعها بعملهم بلس ديفايد ايه 2. يعني مثلا لو جيت قلت لك هو مين اللي في النص بالظبط بتوين ال 1.5 و 3.75، مين اللي في النص بالظبط؟ انا عايز اعرف مين اللي واقف، مين هنا الطرف المحايد اللي ما بين ده وده. قلت لحضرتك بسيطه جدا، لو انت مش هتقدر تجيبها زي ما احنا ما عملناها كده، حضرتك هنعمل لده بلس ده اوفر 2. انت هتعملهم بلس اهو، تبقى 1.5 بلس 3.75 اوفر 2 اللي هي تبقى بكام؟ ب 2.625. يبقى ده بالظبط الرقم اللي في النص بالظبط اللي ما بينه. طب حد هيجي يقول لي انت مستر يعني، طب ماشي، هو الهري ده احنا بناخده ليه؟ فهمنا الديستانس خلاص. لو انا عايز اقيس المسافه ما بين حاجتين بس بعد شويه، انا مش هقدر اقيسها بالمسطره، ممكن اقيسها بالكورتينيتس، ده مكانه فين وده مكانه فين، خلاص يبقى هي المسافه ما بينهم قد كده.
يعني مثلا حددت اللوكيشن بتاع ده اللوكيشن بتاع ده وخلاص، وقدرت احسب المسافه ما بينهم، خلاص الديستنس خلاص، وقدرنا او عرفنا ممكن نطبقها ازاي في حياتنا. طب انا ميد بوينت، خلي بالك ان في حاجه كتير جدا انا ببقى عايز اعرف النص بتاعها ايه. يعني مثلا لو انا عندي سيركل، سيركل بيبقى عندي فيه حاجه اسمها السنتر، وده اسمه دايمتر. السنتر ده بيبقى ده اللي في النص بالظبط. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان دي ب 3 مثلا و 4 مثلا، وده ب 5 و 6، يعني انا عارف ان الدايمتر بدايته هنا ونهايته هنا. طب انا عايز اعرف النص السيركل ده فين بالظبط بنطبقها. طب يا مستر هو انا بعد كده ليه ببقى عايز اعرف السنتر؟ والله في حاجات انا مثلا ببقى عايز اعرف، انا مثلا عايز اعرف فين هنا النص بتاعي عشان اجمده شويه. بتبقى احيانا ممكن تلاقي ترابيزه الرجل بتاعها بص جاي من النص كده، فانا بسندها هنا من النص بالظبط. انت انا عايز اقول لك ان السنتر ليه ابلكيشنز كتيره جدا. انا ببقى عايز اعرف النص بتاعي فين عشان اوزنه. يعني بص مثلا نفترض القلم ده انا عايز اوزنه، بص انا لو حطيته على الطرف كده بص هيقع، يعني لو حطيته على طرف صباعي ده هيقع. لا طب انا لو عايز اوزنه بالظبط ببقى لازم اعرف النص بتاعه فين. يعني مثلا هنا يبقى تقريبا النص بتاعه هنا، وانا لو حطيته كده بص هي ايدي بتتهز بس وزنته عشان احطه فين في النص بالظبط. احنا كمان في الجيومتري عشان اقدر اوزن الحاجه دي بالظبط وما تقعش مني ببقى مثلا هنا حاططها في النص بالظبط عشان اقدر اوزنها زي كافه الميزان مثلا، فببقى عايز اعرف ايه الميد بوينت بتاعتها. قلت لك اي حاجه حضرتك عايز تعرف النص بتاعها اعمل لهم بلس ديفايدد كام 2. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. يبقى لو قلت حضرتك اللي انت واقف عند الاي مثلا ب 2 و 4، وان انا واقف عند الاي وانت واقف مثلا عند البي 5 و 6 مثلا، انا عايز اعرف مين النص بتاعي بالظبط. يعني فين النص بتاعنا بالظبط عشان يبقى ارض محايده يا عم، انا واخد النص وانت واخد النص. قلت لك احنا نفس الكلام عيله محافظه، عيله محافظه يعني انا هاخد الاكسات مع ايه مع بعض نفس الكلام. اي حاجه حضرتك عايز تجيب الميد بوينت بتاعتها او تجيب الميدل بتاعتها قلت لك بلس ديفايد كام 2. خليك فاهم مش حافظ، لان حفظ انت ممكن تنسى اصلا، انت ممكن تخش في الرولز وانا بلاقي واحد بالميد بوينت عاملها لي ديستانس. يعني ميد بوينت يا ابني، يقول لي يا مستر مش ده روت. لا ميد بوينت افهم، ميد بوينت يعني النص. اي حاجه عايز اجيب النص بتاعتها انا بعملها بلس ديفايد 2، يعني بعمل 2 بلس 5 2 بلس 5 ديفايد 2، ونفس الكلام الواي باخد 4 بلس 6 ديفايد كام 2. يعني بقسم صفحته نصين كده بعمل دول مع بعض هتطلع ب 3.5، وبحسب دول مع بعض 5. يعني باخد الاكس مع بعض والواي ايه مع بعض، يبقى انا بشتغل مع دول مع بعض ودول مع بعض بس خلاص، يبقى ده الميد بوينت بتاع ايه بتاعته. يبقى احنا يا مستر هنا شغل الميد بوينت بتاعي او الرول بتاعتي بتقول لك ايه، لو مش واضحه عند حضرتك بتقول لك كده اكس اكس 1 بلس اكس 2 ديفايد 2، يعني خد الاكسات مع بعض، واي 1 بلس واي 2 ديفايد كام 2. يا مستر بص انا ماليش انا في الكلام ده، شمر واديني حل يلا بينا. لو جيت قلت لك مساله زي كده انا عايز الميد بوينت، هقول لك بقى تعمل ايه. اقسم صفحتك نصين وخد الاكسات مع بعض، قول كده الاكس ايكوال اعمل 3 بلس 7 ديفايد 2 هتطلع بكام ب 5، وقول لنفسك الواي تبقى واي 5 بلس 1 5 بلس 1 اوفر كام 2 هتطلع بكام ب 3. وانت في الاخر قول كده ان الميد بوينت ادي الاكس هي 5 وادي الواي هي ايه ب 3 بس. يبقى حضرتك هتقسم دول نصين وتاخد الاكس مع بعض والواي ايه مع بعض. 2 بلس 6 ديفايد 2 و 4 بلس 0 ديفايد كام 2، هتطلع ب 2 و 4. فتقول لي يا مستر بقى الميد بوينت بتاعتي 4 وايه و 2، يبقى النص بتاع ده وده 4 وايه و 2. طب يا مستر بقى المسائل، انت عندك حاجه زي كده، ايه بقى المسائل؟ مسائل زي كده ممكن تجي لك سواء في التشوز او في المساله عاديه. يقول لك هنا ان السي هي الميد بوينت بتاعت الاي بي. يقول لك بقى هات لي الاكس والواي، واحده واحده بقى. يعني انت عندك الاي
والبي والسي اكس وواي. انت عندك ثلاثة. الميد بوينت دي دايما الباشا بتاعك، انا ما بجيش جنبها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي والله لو انا عندي ثلاثة، عندي حد كبير هقول له اقعد انت حاجة على جنب، وهاخد الاثنين الصغيرين دول همرمطهم. يعني انت مثلا والله انت باباك لما يروح مصلحة حكومية وانت واخوك، باباك طبعا اكيد هيقعد وانت امرمطكوا بقى، انت اطلع اعمل هنا وانت اعمل هنا وانت صور وانت اعمل. فانا بعمل ايه؟ قول لنفسك الميد بوينت بتاعتي دي الباشا بتاعتي. فانت اول حاجه حدد مين الباشا بتاعي هنا. اي مستر الباشا بتاعي هنا اهو، قول لنفسك ده الباشا، انا هسيبه مش هاجي جنبه، وهمرمط مين الاي والبي. ومرمطهم يعني يا مستر يعني اطبق الرول، هاخد 1 بلس 3 اوفر 2 او الرول عاديه، وهاخد 5 اهو دي الاكس، وهاخد 5 بلس 7 ديفايدد ايه 2. دي يا مستر حركة هنحسبها هتطلع معاك ب 2، وده هنحسبها هتطلع معاك ب 6. يبقى انا حسبت دي وحسبت دي. في الاخر خالص فين الباشا؟ الباشا اهو، بحط الاكس مع الاكس والواي مع الايه؟ مع الواي. يبقى الاكس ب 2 يا مستر والواي ب 6 اهو، يبقى الاكس ب 2 والواي ايه؟ ب 6. 2a و 6. عشان الاكس والواي هنا لوحدهم فانا حسبت عادي خلاص زي كانها مساله عاديه. تاني. انا مستر جالي حاجه زي كده اي بي سي اهو، اي البي والسي. حضرتك حدد لنفسك، بص انا بشتغل كده، حدد لنفسك مين الباشا. ده الباشا. يبقى انا همرمط مين؟ بص بقى انا بعمل ايه، بقسم صفحته نصين. انا همرمط مين؟ قول لنفسك انا همرمط الاي والبي، وهطبق الرول نيجاتيف 3 بلس 9 اهو، نيجاتيف 3 بلس 9 اوفر 2، وهنا واي بلس 11 ديفايدد كام 2. فانا مستر ريحت ده ومرمطت الاثنين الباقيين. طب بعد ما بخلص انا خلصت يا مستر، الباشا بتاعي اقول له تعالى بقى يا حاج تعالى استلم الورق، بحط الاكس هنا والواي مع الايه؟ مع الواي. واحده واحده بقى يا مستر. يبقى بص بعد اذنك اللي انا بقوله ده تكتبه وتسجله عشان دي افكار مهمه جدا جدا جدا. قول لنفسك هنا هو الاكس او الواي لوحدهم لوحدها ولا مع الفراكشن؟ يعني هنا الاكس لوحدها ولا مع فراكشن؟ واحدة واحدة بقى. يبقى أنا بسأل نفسي سؤال مهم جدا، هي لوحدها ولا موجودة مع الفراكشن؟ قول لنفسك لو لوحدها، يعني هنا أهو بسأل نفسي هي هنا الإكس دي لوحدها ولا موجودة هنا في الفراكشن؟ لا لوحدها. لو لوحدها بحسبها على طول عادي، يعني إيه يا مستر بحسبها؟ يعني أطلع ده بالكالكليتور نيجاتيف 3 بلس 9 أوفر 2، احسبه عدي بالكالكليتر يا مستر هتطلع معاك ب 3. يعني بتبقى الاكس هنا ب 3. يبقى انا يا مستر تاني بقسمهم تاني. طريقة التفكير، أول حاجة تحدد مين الباشا بتاعك، تاني حاجة أبتدي أقسم الصفحة، تالت حاجة يا مستر أسأل نفسي هي لوحده ولا مع الفراكشن؟ لو لوحده أنا هحسبها عادي جدا زي أي مسألة، طب لو مع الفراكشن بشتغل إيكويشن. يعني إيه يا مستر؟ يعني تعالى هنا نبص، اسأل نفسك هي هنا الواي لوحدها زي الإكس كده كانت بعد الإيكوال ولا مع الفراكشن؟ لا يا مستر ده مع الفراكشن. بص بقى لو مع الفراكشن حضرتك هتعمل خطوتين، مالتبلاي 2 بعد كده أعكس واحدة واحدة. يعني ايه يا مستر مش فاهمك؟ يعني هاخد الرقم ده واعمله مالتبلاي كام؟ 2، تبقى نيجاتيف كام؟ 6.
وببص هنا مش دي كانت بلس 11؟ انا هعكسها خليها نيجاتيف ايه 11 بس. يبقى اهم حاجه تسال نفسك هي لوحدها ولا مع الفراكشن؟ لو لوحدها انا بحسبها على الكالكليتر يا مستر مفيش اي مشكله خالص. طب لو مع الفراكشن مالتبلاي 2 واكس، مالتبلاي 2 واكس، تاني. طب حاول انت توقف وتحل. اول حاجه اهي ادي الاي اكس ونيجاتيف ايه 6، ادي البي 9 ونيجاتيف ايه 11، ادي السي بنيجاتيف 3 وايه وواي. قلت لك طريقه الحل يا باشمهندس ورقه وقلم يا ست الكل. قلت لك انا اول حاجه بحدد الباشا بتاعي، بعد كده اقسم الصفحه ومرمطهم، بعد كده اسال نفسي هو لوحده ولا مع فراكشن. فانا اول حاجه بحدد، هو الراجل طبعا محدد لي من راس السؤال مين هنا الباشا ده، فبقول لنفسي ده الباشا خلاص ما بجيش جنبه، واقسم صفحتي ومرمط الباقي. مرمط الباقي يعني بعمل فراكشن واخد اكس بلس 9 ديفايد 2 اهو، اكس بلس 9 ديفايد كام 2، والنيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 11 ديفايد كام 2. يبقى اقول لنفسك يا مستر خلاص وقسمت ومرمطتهم، ها احط ده بقى هنا وده ايه هنا، وابتدي اسال نفسي سؤال مهم، هو هنا الاكس لوحده ولا مع الفراكشن؟ بص انا بسال نفسي ازاي، بقول لنفسي لا يا مستر ده مع الفراكشن. المستر قال لي لو مع الفراكشن بص انا بشتغل ازاي، ارجوك اشتغل زي ما بشتغل. لو مع الفراكشن قول لنفسك انا بعمل مالتبلاي 2 بعد كده اعكس، يعني ايه؟ يعني الرقم ده هعمله مالتبلاي 2 هتبقى بنيجاتيف كام 6، مش دي هنا بلس 9 هخليها نيجاتيف ايه 9، تبقى هنا الاكس نيجاتيف ايه 15. يبقى انا هنا بسال نفسي لوحدها ولا مع الفراكشن؟ لا مستر دي لوحدها. المستر قال لي لو لوحدها انا بحسبها على طول، يعني احسبها على طول يعني اخد ده واحط على الكالكليتر زي ما هي وخلاص هتطلع، اشوفها هتطلع بكام. طب يلا بينا نحل بقى اخر واحده، لو انت فهمت دول انا خلصت الليسون خلي بالك. اهو قول لنفسك ادي الاكس ادي الاي والبي والسي، ده يا مستر الباشا. يبقى انا اول حاجه بجيب الباشا، تاني حاجه اقسم ومرمط. امرمط يعني ايه؟ يعني اخد الاكس بلس 6، اكس بلس 6 ديفايد كام 2، 3 بلس واي ديفايد كام 2، بعد كده يا مستر احط ده الباشا ده اقعده بقى وابتدي اسال نفسي هي هنا لوحدها ولا مع الفراكشن. قول لنفسك حتى ممكن تشتغل بالقلم والرصاص جنبها، قول لنفسك اقعد مع فراكشن، يبقى انا هعمل مالتبلاي 2 واعكس، يعني الرقم ده هعمله مالتبلاي 2 واعكس، يعني مش دي بلس هنخليها ايه ماينس، وارجع اسال نفسي هي الواي هنا لوحدها ولا مع فراكشن؟ يا مستر ده مع فراكشن، نفس الكلام مالتبلاي 2 واعكس، مش دي بوزيتيف 3 هنخليها الناحيه الثانيه نيجاتيف 3 وهتبقى الاكس ب 2. يبقى فكره الدرس كله طريقه الحل، قلت لك كل درس ليه طريقه حل، حضرتك اكتب جنبه كده الباشا واقسم ومرمط وبعد كده ابتدي اسال نفسي. دي مسائل تعال نشوف بقى. بيقول لك هنا لو الاي بي از دايمتر، يعني عندي سيركل زي كده ادي الاي وادي البي، البي بكام؟ ب 8 و 11. بيقول لك الام دي السنتر بتاعتي 5 و 7. طبعا هو هنا مديني الاي بكام؟ لا، طالما هو مش مدياني انا بفترض من عندي باكس وايه؟ وواي. يبقى انا بحدد لنفسي كده انا عندي يا مستر اي وبي وام، بص نفس شغلي. الاي باكس وواي. البي ب 8 و11. طب الام ب 5 وكام و7. يا مستر طريقه حل ثابته، الباشا مرمط وبعد كده ايه؟ ابتدي اسال نفسي. مين هنا الباشا؟ من غير ما يقول لك يا مستر ده ما قاليش، ما هو من غير ما يقول لك ما هو حضرتك عارف ان السنتر هو اللي بيبقى ايه؟ في النص، يبقى اقول لنفسك ده السنتر بتاعي يبقى ده الباشا. انا حددت الباشا، اقسم ومرمط. امرمط يعني اخد اكس بلس 8 ديفايد 2 واي بلس 11 ديفايد كام 2، واحط يا مستر هنا ال 5 وهنا الايه؟ ال 7. واسال نفسي بقى في الاخر هي دي لوحدها ولا مع الفراكشن؟ اه يا مستر دي مع الفراكشن، يبقى مالتبلاي 2 واكس، يعني دي مالتبلاي 2 هتبقى 10 ودي بلس 8 هتبقى نيجاتيف كام 8 هتبقى ب 2.
هنا راح ده ولا مع فراكشن فراكشن يبقى مالتبلاي 2 واعكس مش دي 11 هنخليها نيجاتيف في 11 تبقى كام 16 تبقى الاكس 2 والواي ب 3 يبقى هنا الاي تبقى الاكس ب 2 والواي بكام ب 3 بشتغل نفس الفكره. طب هو بيجي بقى يجود احيانا يقول لك انا عايز السيركمفيرنس بتاع سيركل. هي سيركمفيرنس اصلا او سيركمفيرنس بتاع سيركل بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن 2 باي ار. ال 2 يا مستر خلاص والباي اللي هي 22 اوفر 7. طب ايه يا مستر الار دي؟ الار دي اللي هو الريديوس اللي هو بتبقى النص يعني من هنا لهنا. يعني انا عايز اعرف دي بكام؟ اي حاجه انا عايز اعرف طولها قد ايه بشتغل بايه؟ بالديستانس. تقول لي ايه يا مستر ده؟ يا حبيبي احنا في الماس انا ممكن اجيب لك مساله واحده فيها المنهج كله. احنا مش بندرس حاجات منفصله، لا انت فاهم فاهم ان انا لو عايز النص بشتغل بالميد بوينت، طب لو انا عايز اجيب الحاجه دي بكام؟ بشتغل برولي ديستانس. هنرجع بقى ادي الام وادي البي مثلا. هعمل 5 ماينس 8 باور 2 بلس 7 ماينس 11 باور 2 يبقى هو ده الريديوس واطبق بقى 2 باي ار اللي هو 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الار اهي واحسبها. نفس الكلام لو جاب لك جراف واحده واحده بقى. ملحوظه مهمه جدا وقلتها لك، لو قلت لك ان النقطه على الاكس اكسس فاكر انا مالي انا الليمبي، انا مالي انا الليمبي يعني الواي هي اللي بزيرو. طب لو جيت قلت لك ان هي على الواي اكسس طب الاكس هي اللي بزيرو يعني ايه؟ يعني انا عندي الاي مش دي على الاكس؟ من غير ما افكر يبقى هكتب كده اكس وزيرو. طب مش دي على الواي؟ اه هكتب زيرو واي واشتغل يا مستر. ادي عندي الاي ادي البي وادي السي. الاي اللي هي باكس وزيرو ودي بزيرو واي ودي يا مستر اللي هي ب 3 وكام و4. ونفس الكلام تحدد مين الباشا. هو جايب لك يا مستر دي اللي في ايه؟ اللي في النص. يبقى دي كده الباشا بتاعتي وتقسم صفحتك نصين وتمرمط دول اكس بلس 0 ديفايدد 2 و0 بلس واي ديفايد كام 2 ودي هتبقى ب 3 و4. واسال نفسي الاكس هنا لوحدها ولا مع فراكشن؟ مع فراكشن يبقى هعمل دي تايمز 2 واعكس. طبعا بلس 0 لو وديتها ماينس 0 هتبقى هي هي. هنا لوحدها ولا مع فراكشن؟ يا مستر مع فراكشن يبقى هنا هعمل مالتبلاي 2 واعكس تبقى 6 وكام و8. يبقى هي المساله دي هي هي اللي فوق هي هي اللي ورا هو هو نفس المبدا. ان انا مستر طريقه واحده ان انا اول ما يجي لي شغل الميد بوينت قول لنفسك طريقه التفكير ايه هي. اول حاجه مستر سريعا كده تلخيص ان الميد بوينت هو اللي انا بعمل لهم بلس ديفايد 2 اي حاجه النص بتاعها بلس ديفايد 2. يبقى انا باخد الاكسات مع بعض ديفايد 2 والواي مع بعض ديفايد كام 2. طب يا مستر طريقه التفكير قلت لك بجيب الباشا اقسم ومرمط الباشا بعد كده اقسمها ومرمط وبعد كده في الاخر اسال نفسي لو لوحده ها احسبها لكن لو مع فراكشن تايمز 2 واعكس. وده كده احنا كده الحمد لله خلصنا ليسن 2. خلاص يا مستر يبقى احنا كده ظبطنا ليسن 1 وليسن 2 يبقى احنا الحمد لله نستنى 2 ليسنز ونخلص الجيمتري كلها. اشوفكم على خير يا حبايبي ويا رب تكونوا انبسطتوا. اللي عنده اي سؤال يبعته لي على طول.